السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحة ديالكم مزيانة، كل شيء هوتك. في هذا الفيديو عندنا أخبار كثيرة واعرة كتخص حكيم زياش وأمرابط ونصيري. نبدأ بالتفاصيل. أولا، مع إمكانية قدوم أمرابط في الصيف لبرشلونة، كاين هضرة حسب الصحف الإسبانية بتخفيض الراتب البوسكيت بسبب أمرابط، بحيث غادي يعقد نادي برشلونة اجتماعا مع جوسيب ماريا أوربيت وكيل بوسكيت في هذا الأسبوع لمناقشة تمديد عقد اللاعب مع الفريق لفترة أخرى. وحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة سيقترح تخفيض راتب اللاعب إن هو أراد تمديد العقد، في وقت ما زال الفريق الكتالوني يتابع اتصالاته مع وكلاء اللاعب المغربي أمرابط، حيث يرغب الطرفان اللاعب والنادي في التعاقد بينهما خلال الصيف المقبل. يعني من الأخر، إلا شد معهم العقد خاصو يخفض الراتب باش يقدروا ينشدوا أمرابط حسب الصحافة. وايضا بالنسبه لنصير الخوت، بعد التالق ديالو والتوهج ديالو في المونديال او بعد المونديال، القيمه السوقيه ديالو ارتفعت ل 50 مليون يورو، يعني 50 مليار. وبالتالي القيمه دي سهله، بحيث ان مهاجم الهداف هو اللي كيسجل اهداف كثيره حاليا لاشبيليا. ونختموا بالخبر على حكيم زياش. حسب صحيفه التلغراف البريطانيه، قال بعد انفاق الملياردير الامريكي تشود بولي مالك نادي تشيلسي 600 مليون يورو خلال فتره الانتقالات الشتويه الاخيره، يرغب في التخلص من بعض العناصر. واوضحت الصحيفه البريطانيه الشهيره ان اداره النادي اللندني تنوي التخلص من اي لاعب لا يمتد عقده لموسمين على الاقل في الصيف المقبل. وحدد التقرير البريطاني 8 اسماء من الممكن ان يتحرك برشلونه لاجلها في الصيف من تشيلسي، يتقدمها زياش الذي كان قريبا من انتقاله لباريس في يناير. وتنوي إدارة البلوز جني بعض الأموال من رحيل بعض اللاعبين أجل موازنة الأمور، خاصة بعد الأموال الطائلة التي نفقت في يناير. يعني من الأخر، البارسا غادي تسنى الأسماء الكثيرة اللي تقدر تغادر وتقدر تنتقد على شي لاعبين منهم بأسعار لي منخفضة. أشبه لكم الخوت وتهلاو لي فراسكم.